شاركت مملكة البحرين ممثلة في وزارة التربية والتعليم باعتبارها نائباً لرئيس مجلس مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو ممثلة عن الدول العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمكتب التربية الدولي والتي عقدت بمقر المكتب في جنيف وشملت توصيات الاجتماعات التي حضرها سعاده وزير التربيه والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيم عددا من المواضيع من بينها دعم الدول الاعضاء في استخدام مناهج نوعيه لمرحله الطفوله المبكره وتعزيز استخدام التكنولوجيا في عمليات التعليم والتقويم لتطوير القدرات الرقميه لدى المعلمين والمتعلمين وتعزيز المحتوى البيئي في المناهج التعليميه هذا وقد تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات بين مملكه البحرين ومكتب التربيه الدولي في عدد من المجالات منها تطوير المناهج الخاصه بالبيئه والتغير المناخي والتعاون في تدريب المسؤولين في قطاع الطفوله المبكره ومناقشه المواضيع والقيم والانشطه التي تحظى أولوية في مجال رعاية الطفولة المبكرة